متابعين حلقتنا مع فقره بي بوزيتيف. اليوم ضيفتي مدربه الحياه دانيال جميل تنحكي عن موضوع بهم كل الامات يلي هو الشعور الذنب يلي بتحس فيه الام. اهلا وسهلا فيك دانيال. كيفك استاذ؟ سوا سوا دانيال. هذا الشعور بتحس فيه كل الامات بمرحله معينه من امومتهم، هل هو طبيعي ولا هل في تروما معينه حملتها الام تتحس فيه؟ اوكي، حلو سؤالك، لانه من جمعتين كنا انا وعيراني عم نحكي بنفس الموضوع، عم نحكي عن الجلت من وين بيجي، انه عندي الجلت بيجي من وراء تروما وعندي الجلت بيجي من وراء هن احساس كثير طبيعي. الجلت تبع الام هو احساس كثير طبيعي، هذا الشيء كلنا عنا اياه. عرفتي سبيسيفيكلي بتعرفي انه نحن عايشين هلا بمجتمع القصص اللي عم بيصيروا، التقدم اللي عم بيصير واللي عم نشوفه على السوشيال ميديا عم بحسس الام بعد حالها جلتي اكثر بكثير من ما شو كنت تحس من زمان. حتى الصوره اللي عم نشوفها على السوشيال ميديا بنحس انه الامات عم بيكونوا بيرفكت. وهذا الشيء يمكن ما انه مزبوط، بس هيدي الصوره اللي هن عم بينقلوها، هن عم بيخلونا بدهم يعني نكون بيرفكت. يعني احنا ديجا على باز بدنا انه اولادنا يكونوا احسن شيء واهم شيء واحلى شيء واقوى شيء واذكى شيء، سو تيكونوا هن ممتازين نحن لازم نكون كمان بنفكر انه نحن كمان لازم نكون بيرفكت. والبرفكشن هي منا هدف فيك توصلي له، والبرفكشن هو شيء بتعبك وشيء بتصيري كنترول فريك، وهذا الشيء مش كل العالم بده، ما حدا بده اياه، ولا انت بدك تكوني كنترول فريك ولا اللي هو حواليك. بس تعرفي السوشيال ميديا هلا بهالايام، من زمان الام كانت تحس حالها غلط اذا اعتبري سافرت تركت اولادها، اذا مثلا شو بيعرفني بتشتغل. هلا صار في عندك قصص زياده، هالايمج اللي عم بتشوفيها انت على السوشيال ميديا، على تيك توك، على انستغرام، هيدا اللي عم بيشتري هيك، هيدا اللي عم بيسافر، هيدا اللي عم بيعيش هيك، عم بحسس الاكتيفيتيز اللي عم بيعملوها الاولاد اكزاكتلي، وصرف المصاري اللي عم ينصرف. سو بتصيري تحسي حالك انه على طول انت اليوم مقصره، انا ماني عم بعطي انف لاولادي، ويتش هيدا الشيء. وانتبهي الولد بحس اوقات وقت اللي انت بتحسي بالشعور بالذنب بحس وبيستفيد من هيدا الموضوع. كيف؟ يحسوا الاولاد بيحسوا بكل شيء، بكل شيء. بس كيف بتكون مبينه على الام انه هي حاسه بالذنب؟ لانه ديجا بتصرفاتها فيها تعمل قصص عكس، يعني تصير مثلا تقول له هيك ترجع بعدين تقول له بتعرف شو انا عرفتي بالطريقه بيوصل المساج بمحل معين. الولد هلا انت ما عندك اولاد، لا بتفهمي قصدي، بس يصير عندك اولاد كيف الولد بيستفيد بهذا الموضوع؟ هيدي حلقه ثانيه لحالها. بس هون هيدي النقطة اللي حكيت عنها، فكرة انه الام لازم تكون مثالية، هل هي شيء واقع؟ يعني هل في ام مثالية؟ لا، وانستلي ما لازم تكون. في زلمة، في واحد كثير مهم، سيتان سيكاناليست وكمان كان بيدياتر، حكيم للاطفال. سيكاناليست كثير مهم، طلع بتيوري كان اسمه دونالد وينيكوت بال 1953 اذا بتذكر منيح، كان عم بيقول انه الولاد منن عاوزين بيرفكت مام، عاوزين اون مير كي بون، اوكي سوفيزامون بون. يعني بالعربي سوفيزامون بون يعني الام الجيده بطريقه ممتازه، بس انه دغري اخف من البيرفكت. اكزاكتلي. ليش؟ لانه لازم تحضري الولد من قبل بوقت انه الحياه هي صعبه ومنها هينه وهي منها بيرفكت. سو بدك تعوديهم على هالشيء. اكيد ما عم نحكي على كل شيء تروميات، مثلا تضربي ولد، تحطمي فيه او هيك، نحن ما عم نحكي عن ابو، نحن عم نحكي على قصص هيك صغار، على فيليرز صغار، على اغلاط صغار لازم الام تغلطهم. منا هيدا الشيء غلط، اوكي؟ لانه الولد وقت بيكون صغير كريستال بتعرفي بتعطيه ببرون، بدك تعرفي امتين بده ياخذ ببرون، امتين بده يتغدى، امتين بدك تغيروا له الكوش. وكل ما عم بيكبر كل ما المتطلبات عم بيكبروا، كل ما انت ما عم بتكوني قدها. يعني ما فيك تجي تعطي الولد كل شيء بده اياه، يشتري شو ما بده، ينام ساعات اللي بده، يعمل كل شيء هو بده اياه، هيدا شيء غلط. لانه الام البيرفكت عندها كثير باد كونسيكونسز على الاولاد، ومش بس على الاولاد اللي بتجرب حتى تكون بيرفكت، عندها على حالها هي على الام. قد بيكون عليها بريشر، قد بتعمل على حالها ضغط نفسي انه تكون ملحقه على كل شيء وتكون عن جد a perfect mom. بتصير هي كمان مش بس تكون a perfect mom، ما فيك تتخيلي قد هي الكريتيك اللي بتعملها على حالها. يعني بتصير هي بتعمل اوتو كريتيك انه انا عملت شيء غلط، تنتقد حالها، ووقت العالم ينتقدوا حالهم هيدا اوتوماتيكلي بتصير انه بخاف انه الغير ينتقدهم كمان. سو هي عم تجي ان كومباريسون كل الوقت لغير امات،
ليلي كمان مثل ما قلنا عم بتشوفهم هي بالسوشيال ميديا، عرفتي؟ شو اللي بيخلي الام تعمل هيك؟ هل معقول مثلا تكون هي قطعت اهلها كانوا مثلا ما كثير منيح معها او كانوا بيرفكت معها بعدين بتكون مثل امها؟ ليكي ات اول ديبيندز، ترجع الحياه السوسايتي الادوكيشن، انت امي كيف كانت او تجربت تكوني مثلها، في الاحساس الام بتعرفي ترجع المره وقت بكره شي نهار ان شاء الله ان شاء الله تحبري وتجيبي اولاد، بس حتى المره وقت اللي يكون عندها ببيبي بطنها وانه بتبلش الجلد من قبل ما تشوف الولد، هل انا حكون ام منيحه؟ هل رح اقدر اكون قد المسؤوليه؟ عرفتي قصدي؟ سو هيدا الشيء منه انه بيجي معنا هذا الاحساس، وبرجع بقول هذا احساس كثير طبيعي، بس لازم نلاقي له استراتيجي ما نحن ياذينا، لانه عنده كثير كونسيكونسز، يعني المره فيها توصل على باترن تضلها عم تمشي بذات النمط يلي هو انا ايم اباد مام، بتصير فايته بهالباترن انه هي فاشله، انه هي تعبانه، خصوصا بتعرفي ريسبونسابيلتي وحده بدها تهتم بجوزها باولادها بكل اللي حواليها، واذا عندها شغله سو بتوصل لمحل بتعمل بيرن اوت بتتعب. فتخيلي وبيوصل بيصير يحسوا حالا سيلفش الامات، بتصير تقول انا اليوم لا ما لازم اهتم بحالي، لان اذا رحت عملت عم بعطي شيء مثل عند الحلاق، او اذا انا اليوم سافرت او هيك لا هيدا الشيء ما لازم اعمله انا بكون سيلفش. لا، من القصص الماخسو في زمان بون اللي عم بيحكي عنه دونالد وينيكوت كان هي انه هي الام تهتم بحالها، كثير مهم هي تهتم بحالها. اول شيء انت ما فيك تهتمي بحالك اذا ما اهتميت بحالك، ما فيك تهتمي بالحواليك. هي دودو لازم تعطي هالايمج للولد، اذا انت عندك بنت او حتى اذا عندك صبي، بتعرفي وقت اذا ام اليوم ولادها كبروا بتصير تطلع تبري ببنتها بتقول حرام ليكي قد عم تعطي حالها، بنتها ناسي حالها، بتكون هي بتكون هي عم تعمل مثل ابنها، وهي امها ما بدها اياها تكون مثلها، سو لازم تبلش هي بحالها تغير تهتم بحالها. المره هو من اهم قصص ديجا للايماج تبع للاولاد بدها تعطيهم لاولادها، وثاني شيء هي لانه بالطياره كنا عم نعطي هذا المثل هذيك المره كمان مع رانيا، انه اذا بتطلع بالطياره وبيشوت وقت بيشوت الماسك بيقولوا لك حتى على حالك قبل ما تنقذي انت قبل ما تخلصي الاولاد تبعك، سو كثير مهم الام هي تهتم بحالها. الانانيه هي وقت الواحد بينسى يفكر بحاله، هيدا هي الانانيه الصحيحه. يعني دانيال بتكون عم تاذي حالها وعم تاذي ابنها او بنتها، يعني بمحل معين بس تكون عم تهتم فيهم هالقد وعم تضحي هالقد من حالها كرمالهم، عم تعودهم انه يمكن الحياه شوي هينه. او انه مزبوط الولد لازم هو يكتشف الحياه لحاله، يعني اعتبري في اهل بدهم يسافروا بدهم وات ايفر يروحوا فاكيشن ويك اند، لازم الولد يروح على المدرسه على الجاردري، لازم الولد ينام عند سته وجده، لازم يكتشف الحياه لحاله. مش نحن الرول تبعنا مش انه نخبر ونعلم الولد شو بده يعمل، بالعكس نحن اون دو لا كومباني، نحن لازم نكون ورا، لازم نكون بريزنت. الميرسي في زمان بون هي الام يلي بتكون ورا ولدها مستعده تنطره وقت اللي بده يحكي، هي هون لإله، تكون حده وقت اللي عاوز، هي الام يلي بتعرف تقول سوري وقت اللي بتغلط، هي تتحمل مسؤوليه الغلط اللي عملته وتقول سوري، حتى بتعلمه انه يشيل الايجو بالحياه. اوكي سو هي تستعذر، حتى فيها ترجع تسال الولد وتقول له انا بعرف انه تصرفت بطريقه غلط، شو ممكن اعمل ثاني مره تنقدر انا وياك نتفق. اوكي ثالث شغله الام البارفيتمون سوفيزامون بون هي بتكون الام اللي بتخلي اولادها يغلطوا، لانه كثير مهم الولد يغلط كريستال، لانه هون واحد بيتعلم. اذا انت يور اوفر بروتكتيف اند يور ذا بيرفكت مام مثل ما احنا عم نقول، الولد بيصير عندهم بمحل معين بيصير ديبندون، بيصير ديبندون على الام، ما بيقعد يعرف انه هو فيه يعمل شيء لحاله، صح. بيصير مفكر ما بيقعد عنده ثقه بس يكبر بحاله، وعلى طول عاوز حدا تيساعده يعمل شيء. فالام هي بالعكس لازم تخلي الولد يغلط، لازم تفرجيه انه الغلط منه شيء منه منيح، لازم انت تفشل. هيدي الماغ في زمان بون يلي بس شوف ولده هو عم بيفشل بتقول له اتس اوكي انت شو تعلمت، لازم تخليه يطلع من الكونفورت زون تبعه، لانه نحن وقت قال لك تبعتيه عن سته عن جده وانت تفكري بحالك، انت عم تظهريه من الكونفورت زون تبعه، عم تخليه يكتشف، يكون عنده دي ميكانيزم دو ديفونس بلا ما يكونوا اهله حواليه، وهيدا شيء كثير مهم، تخليه تغلط الحياة تقولي سوري، تكوني حده للولد وقت يحكي وقت اللي بده عاوز شيء، واهم شيء هيدا الجروث مايند سيت، الام توصل لمرحله تعرف انه اذا انا غلطت
لازم استعذر من الولد، لازم فسر له انه الانسان بيغلط. ده شيء كثير ما انه موجود بمجتمعاتنا ابدا. احنا ابدا سوري لنا من ابنهم كمان. ايه ما هيك بالعكس، ما انت عم تعلمي، مش هيك اليوم صرنا بمجتمع ما حدا بيقول بقى سوري لحدا، صار عندهم الايجو. لا لازم تعلمي الولد انه اتس اوكي انا بغلط انا بستعذر. دانيال قد ايه مهم هون كمان دور البارتنر، يعني الزوج، يعني بس يشوف مرته عم تحاول تكون ام المثاليه وعم تستنزف حالها بهالبروسس اللي عم بتقوم فيه، قد ايه لازم هو كمان يكون واعي شوي على لازم يعرف يحط ليميتس، لازم يذكرها، لانه الام اوقات كثير بتتعاطف، كثير بتفوت فيها، كثير بتتعب حالها، which is bad، لانه كل واحد اصلا عنده رول. البي هو الرول تبعه بالكوبل مع الاولاد هو سلالوا، هو المفروض يحط الانون. البي الام هي اكثر عواطف، ما بتقدر تفكر، عرفتي يعني. لازم اذا فيه الجوز يضل يذكر المراه انه انت ما تنسي حالك، نحن عنايا هال، بالعكس الجوز بيضل يحس حالها قلتي اولادك عملوا انت ما عم تهتمي، عرفتي؟ بالعكس لازم يذكرها انه انت لازم تهتمي بحالك، انت لازم تهتمي بالكوبل تبعنا، وكمان تهتمي في واحد يعمل في شيء اسمه اكيليبر بالحياه. ما ضروري نفوت بالاكستريم، لانه وقت انت عم بتفوتي حالك بالاكستريم، الامات اللي بفوتوا حالهم بهالاكستريم هن عم بيعملوا بيرن اوت، بيوصلوا لمرحله بيشوفوا حاله that they are drained، ما عندهم هيدي الطاقه تقدروا بقى حتى يهتموا بجوزهم، بيوصل لديبرشن اوقات كثير. اكيد تكتئب المراه يعني، وبتحس حالها انه هي خلصت حياتها هون. Absolutely. يعني مجرد ما صار عندها هيدا الطفل صارت هي امه لهالطفل، وبطلت هي الشخص اللي عاش 20 او 30 سنه لحاله وعنده كاركتر وشخصيته وحياته. ما لازم تنسى حالها، اهم شيء الام ما تنسى حالها بقى، ما تحسي حالك قلتي، ما تحسي حالك سلفش. نرجع نقول الأنانية هي وقت الواحد بينسى يفكر بحاله، وانت وقت اللي عم تتصرفي بهالطريقة مع أولادك أول شيء عم بتعلميهم أنه يصيروا more self-confident، انت عم بتخليهم يصيروا عندهم more independent، وقتها بتشجعيهم، عم بتعلميهم يطلعوا من الكونفورت زون تبعهم. انت وقت اللي عم تفشلي عم بتعلمي أولادك أنه الحياة منا هينة مثل ما أنتم مفكرين، حيتعلموا الصمود، لانه حيصير عندهم اكثر صمود. ليش؟ لانه وقت يصير عندهم باد ايموشنز، احاسيس منا حلوه، بصيروا يتعلموا بالحياه اذا اجينا هيك احاسيس ما بيعني انه احنا مش محبوبين، لانه نحن قطعنا بهيك قصص مع اهلنا. صح. ونحن محبوبين ان اول كيسز، عرفتي؟ بصير اصلا عندهم مثل تكنيك تيتعاملوا مع هالقصص كرمال عن جد ما يغرقوا فيها. هيك فينا نعطي بسرعه شويه تيبس للامراه كيف لازم تتخلص شوي من هالجلت فيلينج. رجع اقول هذا الجلد فيلينج ما فيك تتخلصي منه، نحن كلنا عنا اياه. بدنا اول شيء نبلش نفكر بحالنا، نبلش نفكر انه نحن تنقدر نهتم بهذا الكوبل مع جوزنا اولادنا، بدنا نبلش نفكر بنحن حالنا، نترك اولادنا يعملوا يغلطوا يفشلوا مثل ما قلنا قبل. اذا غلطنا لازم نعترف بغلطنا، يكون عندنا الجروس مايند سيت، ما نفوت بهيدا الباترن، نفوت حالنا بانه نحن غلط، نحن باد مام، منا باد مام، ونحن مش مطلوب منا نكون بيرفكت، لأن البرفكشن نتذكر هيدا ما إنه هدف فينا نوصل له بحياتنا بولا شيء، بالعكس لازم نحن نلاقي إكيليبر بين نحن وبين أولادنا، وإتس أوكي إذا عملت غلطة. صح مزبوط، إتس أوكي تو ميك ميستيكس، إيفن مامز كان ميك ميستيكس. أكيد. دانيال جميل مدربة حياة، شكرا كثير على وجودك معنا بـ MTV لايف. مشاهدينا مع بي بوزيتيف نوصل لختام حلقتنا لليوم، أكيد انترونا كل يوم بحلقة جديدة من MTV Live. باي.